والله هي التخليل بيجي الخضار ني سواء لفت او جزر، بيجي بيتغسل حضرتك ويتروق ويتحط في براميل مغسوله نظيفه بغطيان بشبك وتتقفل وتقعد تحت التجهيز. ما بقاش في مواسم، احنا مش شايفين لها مواسم. يعني الموسم ده كنا بنستعد زمان قبل منها بشهر باتنين، نعمل استعداداتنا ونخلي حاجتنا ونظبط كل حاجه. دلوقتي انت حضرتك زي ما انت شايف اهو، يعني كان الايام دي ما كان كل شغال، في بيع، في كل حاجه، انما الحمد لله برضو نحمد ربنا على كل حاجه. والله بالنسبه للانواع، هو مش يعني كلها بيبقى عباره عن لفت، جزر، فلفل بلدي، خيار، ليمون مزبد، زيتون اخضر، زيتون كلاماطه، بصل. دي الانواع الموجوده. خيار اللي هو الصغير القشه ده، هو طبعا كل ده طبعا بيجي من الفلاحين وبيجهز هنا ويتعمل. والله هو غالبا دلوقتي حاليا كيلو المشكل، في مشكل لوكس وفي مشكل عاده. مشكل العاده دوت اللي هو مثلا بيجي زبون بياخد كيس مثلا 10 كيلو، ده بيبقى ب 40 جنيه، بيبقى ب 4 جنيه. الكيس اللي هو اللوكس دوت بيتجاوز من 8 ل 10، بيبقى فيه جميع التشكيله. ده الكيلو. الاصناف اللي هي الثانيه لوحدها بقى حسب الوقت بتاعها. والله ممكن يعني البصل متناوله من 10 ل 15، الخيار متناوله اللي هو الصغير حضرتك القشه من 12 ل 15 ل 17، الزواتين 10 جنيه طبعا او 12 جنيه غايته. طبعا هو بيبقى في سوق العبور حاليا، دلوقتي الموسم بتاعه جاي نازل في العبور ب 10 جنيه وب 8 جنيه وب 9 جنيه. والله الليمون المعصفر ده برضو متناول من 8 ل 10. والله الخل والميه بتاعته، واخد بال حضرتك، والملح بتاعه طبعا من الشركه بفواتير، له درجه معينه في الملح، له درجه معينه في الخل، وملح ليمون بيتحط له ويتقفل صح ويتعمل بالاسترتش صح، ده يقعد زي ما انت عايز. هي ست البيت لو خللت، هي اهم حاجه في الشغل النظافه. نظفت الحاجه تمام وحطيتها في حاجه كويسه، ما تفتحهاش كل شويه وتقفلها وتشوفها استوى تشوفها ما استوتش، ده بيعمل تهويه للحاجه اللي هي بتعبي فيها، فلازم يعمل ريم ابيض من فولش. والله هنا ده المكان الثابت بتاعنا من زمان، مش من النهارده. يعني ابا عن جدا زي ما بيقولوا، وحاجه عالميه يعني معروفه. ايه وان العالميه؟ ماشي. طبعا سويس، اسماعيليه، بورسعيد، المنوفيه، مصر الجديده. وطبعا شغل المطاعم، احنا ما بنلفش على مطاعم، اللي طبعا عنده مطعم بيجي هنا، عنده محل برضو عايز يتفق معانا على شغل بيجي هنا.